هاي المحاضرة السابقة أخذنا عن الداتابيس أو داتا سكيما إنتجريشن. المحاضرة هاي أخذنا عن طبعا عن مشاكل الداتا إنتجريشن بشكل عام. المحاضرة هاي بدنا نركز بس على شغلة صغيرة، كيف ممكن نعمل كيف الRDF بتساعدنا إنها للإنتجريشن. وبالتالي حتى أنا ما قلتش بفضلت أسميه Data Fusion. شو يعني Fusion؟ نسخرهم في بعض. كيف الإشي بصير؟ كيف الإنتجريشن بتحقق بدون ما نعمل إنتجريشن بس؟